حاصل شريعة سعيد. الاسم أمير صالح الجيلي، اللقب العام والمعروف به فلاي بوي، فلايو كينج، فلايو، مهتم بالهيب هوب عامة يعني في السوق. العمر بيد الله، 31 سنة، ما تشوف الحاجات دي. قريت هندسة معمار، خريج هندسة معمار، شغال على الجرافيتي أكثر حاجة، أو طورت في الجرافيتي، أو اجتهدت في الحاجة اللي أنا بحبها. فكونك أنت حبيت الحاجة فممكن تشتغل منها، ممكن تطلع منها عايد أو قروش أو حاجة ممكن توديك تمشي لقدام. فلاي بوي زول بيحب الناس، بيحب الخير، بيحب يساعد الناس بأي طريقة ممكن. يقول لك الحب دائما في العطاء، فعشان كده حبيت أدي الناس، بشوف الأعمال الخيرية بخش فيها طوالي، الحاجة دي بتفيده قدام يا زول. كرا والله أنا بديت كجرافيتي حقيقي 2011، لكن قبالة يعني كده كنت برسم بشخبط، بتطورها مع الزمن، بتكتشفها مع الزمن. يعني دائما في كل مره بتكلم بقول لي اكزا شكرا لكل الشباب اللي ساعدوني قدموا لي حاجه، شكرا. جرافيتي اصلا بالبخاخات، هنا ما في بخاخات، بنجاز بالبخاخات الصغيره، بنحاول نطور فيها. الحاجات دي ما شغاله، ممكن نشوف لنا طريقه ثانيه. انت حبيت الحاجه دي بتخش فيها، مهما كانت الادوات، مهما كانت الظروف، انت ابدا، انت كان بديت استمر في الحاجه دي، حتى لو كانت العقوبات او عقبات او الحاجه قفلت لك، استمر فيها. الحاجه دي لو انت اخذتها في قلبك ما تقف نهايه، عرفتها. فكنا شغالين في مركز علي مهدي للفنون، وكنت راسم هناك. لما عملوا الورشه هناك شافوا في رسمه هناك، السما ما كان يا صاحبي، تعلمتها وظبطتها وعملنا مجموعات، وتعرفنا على الجروب بتاعنا، هو باش زول باقي الشباب يعني. عملنا اداريات 2016، تكون جروب 2 فور ناين رايترز، وهسه مسيطرين في السودان يا صاحبي. الناس دي بتحب الحاجه دي، بشتغل أعمال تجارية، بنعمل ورشات، والحاصل في السودان الحمد لله على كل حال. دائما بقول نبنيه، ونحن حنبنيه وحنلونه وحنظبط حنان وزاته. مسألة الله، ما بتقدر تقول زول، لكن بتقدر يعني تقول قصص أو بتقول أشخاص. كلنا قدوتنا الرسول والحاجات اللي ماشيين بيها وبنؤمن بيها. والله يا أهل المحفز للحاجة دي، عندك مصدر دخل بتقدر تكمل عشان تقدر تعين نفسك، لازم يكون عندك مصدر دخل. يعني شنو بيحفزك شوية انه انا بشغلي ده انا مظبط اموري، بقدر اسكت ناس تانين انه في اعمال كثيرة انا فخر بها الحمد لله. يعني استاذ الهلال يا صاحبي كونه انت اشتغلت استاذ الهلال ذاته، دي في حاجة كبيرة. اداري المايقومة، المايقومة ذاتها يعني انه نبعث الامل للاطفال انه نحن معاكم، شنو نحن بقينا شغالين رسالة، حاجة انت تقدر تعبر بها عن نفسك. لا، رسالة. انا كفلاي بوي يعني بحاول ارفع اسم السودان، احاول اظهر السودان باي طريقة إن كانت، سواء كماركتينج، سواء كاعلام، سواء كجرافيتي، سواء كتصوير، سواء كاي حاجة بتخطر على بالك انه اسم السودان يطلع برا. فلما الزول يعمل سيرش للسودان ما يشوف مجاعة، ما يشوف حرب، ما يشوف تلفيق او تحريف في الحاجات دي. لما تشوف اسم السودان انت تكون مبسوط جدا انه بالله الحاجات السودانية دي قاعدة، بالله في السودان في حاجات زي دي. فبحاول اظهر الحاجات السودانيه برا. والله نحن من اوائل الناس اللي مرقت من الخرطوم، لانه نحن ساكنين في عركويت، فكان المدى بتاع الدانات مباشره فينا. في ناس توفوا عديل في الحي، هو ضربوا الاميه بتاعت عفراء، اول الحرب قاطعين كهرباء ومويه، بقيت هو بتحرك هو في الحله، الوضع كان منكش جدا. هو الحمد لله مرقنا منها سلاما، الاهل كلهم طيبين. مكان اللجوء الشماليه مع الاهل في بيتنا يعني 6 شهور، كان موسم حش التمر، طماطم، كان موسم حاجات كثيره، لكن الحمد لله الاهل ما قصروا. احنا مشينا زرعنا وحلقنا وتعلمنا سباكه وتعلمنا حاجات نحن ما كنا عارفين، تثقفنا. ما في زول كان متوقع الحرب دي نهائيه، هذه انتهي. الناس بتفكر في الحاجات اللي قدامها، بتتعايش مع الحته اللي انت قاعد فيها. اثر النفسي يعني الحمد لله مريت بمواقف كثيره، فالحاجه دي في نفسي خدت قدامي حاجات يعني عرفتها، ما حسيت انه انا قوي ممكن اتجاوز الحاجه دي. هي لو اثرت عليك شديد انت بتفقد الذاكره، بتفقد الشغف، بتفقد حاجات كثيره. والله السودان كل حاجه، انا مهما طلعت ومهما سافرت السودان دائما في القلب يا يعني. اهلك، اصحابك، شبابك، برامجك، فعالياتك، في حاجات كثيره ما بتلقاها برا، في حاجات حقت السودان بس. رسالة للفنانين، استمر في الحاجة اللي بتحبها، واستمر في كونك انت شخص عندك قيمة.
تكون زول ايجابي، حاجات بتحصل لك كثيره اتجاوزها باي طريقه كانت واستمر فيها. انت اذا حبيت الحاجه دي بتفتح لك ابواب كثيره وانت ذاتك ما بتتوقعها، بتتسهل لك حرفيا. يعني انت بس خدتها في بالك الحاجه دي بتتسهل لك بكل طريقه. يعني خذ الخبرات من الناس، لكن تجاربك حتكون براك، حتكون لك بطريقه مختلفه جدا، وكلكم حتصلوا نفس الهدف اللي انت خدته في راسك. وقر والله يا اخي تابو الحاصل شنو، زول اسطوره، زول مجتهد، زول بكافح، زول حلق شعره يا امان عشان يعيش يا امان. في تضحيات كثيره بتحصل ما خلاص زالية حبيبي صلوا الصلاة أهم حاجة يا مان في البلد دي، الصلاة بر الوالدين والحاجات دي كلها تابعة معانا رب العالمين فوق.